بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو إعلان لانطلاق فعاليات افتتاح مسجد أندونيسيا الكبير في قطاع غزة، ويأتي هذا يعني في يوم 22 فبراير من العام 2022 بإذن الله تعالى، ذكرى افتتاح مسجد الاستقلال في أندونيسيا. هذا المسجد الذي تم تمويله من قبل الإخوة في أندونيسيا لإخوانهم في قطاع غزة وخصوصا في مدينة خان يونس، إنما هو يعني جاء رمزية لاستقلال أندونيسيا قبل عدة عقود، ليشير أن فلسطين بإذن الله ستستقل في القريب العاجل، وأن هذا الدعم من إخواننا الأندونيسيين في دولة أندونيسيا الكبيرة جاء يعني دعما وافيا وكبيرا بحجم تلك الدولة المسلمة الكبيرة. نسأل الله التوفيق وأن ينفع إن شاء الله في هذا المسجد وأهله بإذن الله تعالى.